مرحبا، اسمي أحمد عمر شلعين. أنهيت دراستي في الهندسة الكهربائية، ثم تخرجت من بوت كامب تطوير البرمجيات من قسم عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة الأيساك، والآن أنا بشتغل كونسلتنت في شركة ديفو تيم. بعد التخرج والاتجاه لسوق العمل لاحظت التوجه العالمي نحو تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بشكل عام خلال فترة كوفيد 19. قررت أعمل كارير شيفت لمجال أنا بحبه وأريد مهتم فيه، ولأني كنت محظوظ بهذاك الوقت شفت إعلان البوت كامب المقدم من إيساك، فكانت بالنسبة لي big opportunity لأدخل المجال، وتعلمت كثير تكنولوجيز خلال البوت كامب مثل جافا سكريبت وبايثون، وأنا حاليا عم بشتغل فيهم. ديفو تيم شركة متخصصة في مجال الكونسلتنج سيرفيسز تمام، والكلاود كومبيوتينج والسايبر سيكوريتي، وبارتنر مع العديد من الشركات مثل مايكروسوفت، امازون، جوجل اند سيرفيس ناو. ديفو تيم من الشركات الرائدة عالميا، متواجد في اكثر من 20 دولة حوالين العالم، متخصصة في مجالات مختلفة منها الاستشارات الإدارية والتحول الرقمي. الشباب الأردني أثبت جدارته في مهارات مختلفة مطلوبة في سوق العمل الأردني. ديفو تيم من الشركات التي تستقطب الخريجين الجدد لإعدادهم وتهيئتهم لدخول مجال العمل في ديفو تيم، مع كثير من المشاريع المختلفة في مجال التحول الرقمي وتهيئتهم للتحديات التي ستواجههم في عملهم المستقبلي، وتطوير خطة مناسبة لتحقيق هذه الغايات. أحمد يمتلك الكثير من المهارات كمطور برمجيات، بالإضافة إلى الجود كوميونيكيشن سكيلز والجود بيرسوناليتي. هذا الإشي اللي هيئه ليكون جزء مهم من ديفو تيم.